مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من فطارك مع فخري، واللي بيقدمه الشيف محمد فخري، وبيقدم لنا وصفات من المطبخ العربي والعالمي، وبتكون وصفات سريعة ومش مكلفة. مساء الخير يا شيف محمد. مساء الخير يا فندم، مساء الفل. مساء الخير، وكل سنة وانت طيب وكل السادة المستمعين طيبين. احنا كنا قدمنا المرة اللي فاتت المنسف الأردني، ايه رأيك نروح للمطبخ الصيني؟ تمام، هنروح المطبخ الصيني وهقدم لحضرتك النهارده طبق مشهور جدا في الصين اللي هي الفراخ بالكاجو. الفراخ بالكاجو. وقبل ما تقول لنا المكونات وطريقة العمل، قول لنا ايه فوائد الكاجو؟ بص حضرتك، فوائد الكاجو من المكسرات المفيدة بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ والتفكير الذهني، لأنه بيحتوي على الأحماض الأوميجا وبيقي الجسم من إصابة بالسرطان، بيخفض ضغط الدم، الاحتواء على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، بيحسن صحة الشعر، بيحميه من التقصف، ويقوي العظام ويقوي الأعصاب. يعني جميل. يعتبر فيه إنزيمات مفيدة للجسم، وبيمنع كمان حدوث الحصاوي في الحوصلة المرارية. جميل. الفراخ بالكاجو هي يعني نقدر نقول ايه، ليها شعبية في الصين، يعني أكلة معروفة. جدا جدا مشهورة جدا في الصيف. تمام. المكونات يا شيف محمد؟ حضرتك هنبدأ المكونات، هنجيب نص كيلو جرام من صدور الفراخ، هننزع الجلد والعظم منها، كوب كاجو غير مملح، حضرتك حوالي 200 جرام بروكلي طازج فريش، كوباية بسلة خضراء، حباية فلفل حمراء متقطعة شرايح، حباية بصل كبيرة برضو متقطعة شرايح، معلقة كبيرة من الزيت النباتي، ومعلقة كبيرة من صوص الصويا، معلقة خل، ونص كوباية من عصير البرتقال الفريش، معلقة كبيرة من السكر البني، معلقتين كبار من دقيق الذرة، ملح حسب الرغبة، ورشة فلفل أسود. تمام، حضرتك هعيد المكونات من تاني. اتفضل. نص كيلو جرام من صدور الفراخ منزوعة الجلد ومتقطعة، كوب كاجو غير مملح، حوالي 200 جرام من البروكلي الطازة، كوباية بسلة خضراء فريش، حباية فلفل حمراء متقطعة شرايح، وحباية بصل كبيرة برضو متقطعة شرايح، معلقة كبيرة من الزيت النباتي، معلقة كبيرة من الصويا صوص، معلقة كبيرة من الخل، ونص كوباية عصير برتقال فريش، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقتين من دقيق الذرة، وملح حسب الرغبة، ورشة فلفل أسود. حضرتك طريقة التحضير: الصوص والخل وعصير البرتقال الفريش، السكر البني مع دقيق الذرة والملح والفلفل، هنحطهم في طاسة أو حضرتك طبق، نضربهم لغاية ما يبقى القوام متجانس. هنحط الزيت بتاعنا في الطاسة بتاعتنا، في طاسة تكون واسعة، لغاية ما تسخن. هنجيب الكاجو ونقعد نقلب فيه لغاية ما يبقى لونه ذهبي، وبعدين نرفعه من الزيت ونحطه في طبق على جنب. تمام. بنقلي البصل على النار لغاية ما تدبل ويصبح لونها ذهبي، ونسيبها تكون مرفوعة على صحن كده. في نفس الزيت اللي اتحمر فيه الكاجو. بالظبط يا فندم، في نفس الزيت، في نفس القلاية. تمام. نجيب برضو في نفس القلاية اللي احنا عملنا فيها الكاجو مع البصل، بنقطع حتة الفراخ بتاعتنا ونقلبها لغاية ما يتغير لونها. هنحط عليها البروكلي والبسلة الخضراء والفلفل الأحمر، ونقلب كل ده مع بعض لغاية ما تستوي الفراخ وتبقى مقرمشة. طيب، ده يعني فوق البصل. اه، تمام. بعد كده هنحط الملح بقى حسب الرغبة ورشة فلفل أسود. هنجيب الخليط بقى بتاعنا اللي احنا عاملينه في الأول، اللي هي الصلصة اللي احنا عاملينها، اللي هي مكونة من صوص الصويا والخل وعصير البرتقال والسكر. والسكر ودقيق الذرة. وبعدين كده نحطها على الفراخ. تمام. هتبقى هنحط كل الصلصة اللي احنا عملناها والخضار، هيبقى الطاسة فيها الفراخ مع الخضار اللي هو مكون من البسلة والبروكلي والصلصة اللي احنا عاملينها على جنب والبصل والكاجو، نضيف ده كله على بعض ونقلبه ونسيبه على النار لمدة دقيقتين. تمام. بعد كده حضرتك هنجيب طبق تقديم،
هنحط تحت تحت الفراخ بالكاجو الرز الابيض، تمام. تمام. بعد كده هنحط بقى الفراخ بالكاجو معاها خضار، هيبقى طبق لذيذ جدا وشهي جدا، وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه عاليه وسهل. والف هنا وشفا لست البيت بتاعتنا. اظن مفيش بعد كده سهولة. هو فعلا الوقت بتاع تحضير الطبق ده مش كبير، يمكن المكونات شوية كتيرة، لكن احنا بنحضر الحاجة بسرعة وبيجهز، بياخد له وقت تقريبا قد ايه يا شيف محمد؟ حضرتك بياخد له بالظبط تلت ساعة، تلت ساعة. تلت ساعة، مفيش بعد لأن كده. حضرتك الأطباق الصينية من الأطباق السريعة جدا. دي ميزتها، وفيها فعلا عناصر كتير غذائية ومفيدة وبالهنا والشفا، وكل مرة وانت طيب ودايما كده بتقدم لنا كل جديد ومفيد، وبنشكرك جدا يا شيف محمد على الوصفات دي، ونلقاكم على خير في وصفة جديدة من فطارك مع فخري.